مساكم الله بالخير. ترددت قبل أسوي لكم هذا topics topic اللي هو مال الفقر لأن موضوع وايد حساس ويمس كثير من البشر، ولكن بسبب طلبكم بسبب إصراركم بسبب اختياركم لهذا الكتاب عن كتاب الخمس لغات الحب، فقلت خلني أسولف معاكم وأتكلم معاكم عن قواعد الفقر، خاصة أني تكلمت قبل فترة عن قواعد الثراء الكاتب المعروف ريتشل تنفر. الحين ودي أسولف معاكم عن قواعد الفقر وليش الفقر مهم إذا عرفنا شنو القواعد اللي تخلي الإنسان فقير علشان يقدر الواحد يتغلب ويعرف هذه القواعد ويتجنبها في المستقبل. فإذا حبيت هذا الشرح وحبيت هذه التلخيصات وحبيت هذه الكتب أتمنى النشر والسبسكرايب في اليوتيوب والدعم في أدوات التواصل الاجتماعي علشان أقدر أسوي لكم محتوى أكثر وأفضل. وفي هذا الجزء الأول اليوم راح أتكلم معاكم أول جزئية ومن القواعد 15 هي أن نصف الفقر هي الظروف ونصف الآخر هي قبول هذه الظروف. 20% من البشر في العالم يعتبرون أثرياء وال20% الآخر يعتبرون فقراء، والشريحة المتوسطة هي شريحة تعتبر النص اللي 60% من العالم اللي هم الدخل المتوسط. إذن ليش الواحد يصير فقير وليش الواحد يصير غني؟ هل توجد آلية وتوجد أفكار وتوجد طريقة وتوجد معتقدات وتوجد قوانين في هذا الكون تحدد ثري أو فقير؟ راح نعرف لها. إذن ليش قبول هذه الظروف للشخص اللي تحصل له ظروف الفقر؟ قبولها معناته أنك تكون passive أو تكون شخص لا يتفاعل لا يتحرك لا يبادر، يعني حاشتك مرة نكسة، حاشتك ظروف سيئة، فشلت في تجربة معينة، حاشتك تجارب أو عندك مثلا اقتنعت أنت في مخيلتك في ذاكرتك وفي عقلك وفي مخك وفي كل شيء أن التجارب في حياتك ما منها فايدة، وخلاص أن استسلمت لقاعدة ومعتقد أن كل شيء ضدك في الحياة. هذه السبب الرئيسي اللي يخلي الإنسان يستسلم للظروف ويصير إنسان فقير في حياته. القاعدة رقم 2 تكلم عن يوجد حالتين مختلفين عن بعض، حالة الإفلاس أو حالة المفلس وحالة الفقير. اليوم أنا قاعد أتكلم عن الفقير وليس الشخص اللي كان غني ومن ثم أفلس بسبب خطأ تجاري أو خطأ تسويقي أو شيء. اليوم الفقير هو حالة فقدت الأمل، هذه الحالة وصل عندها نوعا ما يأس معين من الحياة، هذا الفقير أيضا صار عنده نوعا ما توجه أنه خلاص الإرادة عنده انعدمت، عنده صار يعني فقر في عملية اتخاذ القرارات اللي تصيبه، استسلم من كل شيء، قاعد في مكان، قاعد في براحة، قاعد في جهة معينة في مركز وقام يمديده ويطر لأنه فقد كل شيء بحياة. القاعدة رقم 3، القاعدة تقول أن المتعلمين يستخدمون الغير متعلمين، المتعلمين هم الأغنياء، الغير متعلمين هم الفقراء. لذلك يوجد عدم استخدام المعرفة والعلم مرتبط بالفقر. إذا عرفنا أن قاعدة رئيسية للثراء هو أنك تصير عندك معرفة وعلم ووعي وإرادة وإصرار على الشيء، إذا عرفت أن تغلبت على جانب كبير من الظروف أو الأشياء اللي تصير في حياتك اللي ممكن تؤدي إلى أن تصير فقير
إذا استخدم كل أدوات اللي عندك إياها المتاحة لتتجنب الفقر. القاعدة الرابعة بقول لكم إياها، لكن قبل أقول لكم إياها ودي أذكركم تسوون سبسكرايب على قناة اليوتيوب، وأيضا تسوون شير لهذا المحتوى حق الناس اللي حواليكم عشان لأكثر فائدة، وعشان أيضا يحفزني أن أستمر في طرح هذا المحتوى حق السوشيال ميديا. القاعدة رقم 4 تقول أن الأب أو الشخص الفقير لا يستطيع أن يعلم أبنائه أو الناس اللي حواليه الثراء. وهذه نقطة مهمة، أن اليوم بدام هو أساساً ما صار عنده ثراء وما قدر يتكون الثراء، هو أساساً فقير أو متعثر، شلون يقدر يورث الطريقة، يورث العلم، أو يورث أن شلون الشخص يصير ثري. هذه القاعدة مهمة، أنك تربيك على أن من أنت صغير حاول التعلم وتكسر وتعرف القواعد الأساسية للثراء. قواعد الفقر، هذا كتاب المميز تكلمت لكم معه الجزء الأول، اللي ما لحق عليه تشوفه على الهايلايت عندي في الإنستغرام. 4 قواعد رئيسية تكلم فيها بالجزء الأول، واليوم بتكلم معاكم الحين عن 4 قواعد أخرى إن شاء الله، وغطي فيها الجانب الجزء الثاني. القاعدة رقم 5 اليوم وايد غريبة، تقول إن الإنسان الشاغول حيل، الوركهوليك أو الشاغول حيل، بس مو الوركهوليك اللي مستمتع، الوركهوليك اللي وايد جاد وسيريوس في شغله، هو إنسان معرض للفقر، لأن شغله الرئيسي والشاغل إنه يكون قوت يومه، مو إنه يكون ثراءه. فبالتالي هذا الإنسان السيريوس في هذا الشغل معرض للفقر. القاعدة رقم 6، الرفقة الفقيرة تير الرفقة الفقيرة معاها، أي الأثرياء يكونون رفقة حواليهم، والفقراء ينجذبون أو يروحون حق الرفقة الفقيرة تبعهم. هذه القاعدة تبين لك شلون أنت تحل وتكسر هذه القاعدة. يجمع حواليك دائما ناس مختلف الثقافات، يعني سياسيين، رياضيين، كتاب، مؤلفين، تجار، أصحاب أسهم، يعني حاول تجمع حواليك شرائح مختلفة في المجتمع. بالتالي إذا أنت كنت من شريحة معينة ممكن تطور نفسك وتطلع إلى شريحة أخرى بسبب هذه الرفقة المنوعة بمجالات مختلفة. القاعدة رقم 7، تمس عدم المبادرة. الفقير دائما يلعب دور الضحية، والفقير دائما يحس أن في أحد راح يطلعه من الفقر، إذن ينتظر المنقذ أو الشخص اللي راح ينقذه من هذا الفقر. هناك ناس كثيرين في العالم يكونون في فقر، ولكن يبادرون، يدركون، يصير عندهم وعي، ويستخدمون بعض من قدراتهم، يعالجون هذا الفقر وينطلقون في حياتهم. ولكن في ناس ثانيين ما يبون أساسا يبادرون، ما يبون يدركون، مغلقين كل شيء وينتظرون هذا البطل أو هذا الشخص اللي راح يطلعهم من هذا الفقر. لذلك ينتظرون فترات طويلة في حياتهم وما ييهم شخص، ما ييهم أحد يطلعهم من هذا الفقر. رقم 8، القاعدة هذه تقول إن في قيود وفي سلاسل تخلي الفقير يظل فقير ومستمر على الفقر. هذه السلاسل هي بعض المشاكل اللي تحصل وبعض الأشياء اللي تحصل حق هذا الفقير، مثل 1، نقص في الإرشاد الأهلي المبكر، يعني ما في تربية صحيحة مبكرة حق هذا الإنسان. 2، نقص في التعليم والتعلم، نقص في التعليم والتعلم. 3، الإدمان، الإدمان لأشياء معينة تخلي هذا الفقير يستمر في هذا الفقر، لأنه أدمن، سواء كان أدمن على القمار أو أدمن على الكحوليات أو أدمن على أي شغلة
ممكن تخلي الإنسان هذا أيضا عاطل وفقير ومستمر في هذا الفقر. القاعدة رقم 9 قاعدة فعليا شفتها أنا وأنا عايش في إسبانيا. القاعدة تقول أن الفقير دائما ينتظر الحظ ويؤمن في الحظ وايد. يعني الفقير دائما يؤمن أن الحظ شيء يعني رئيسي في حياته، أنه دائما ممكن يحصل له شيء فجأة هو محظوظ. يعني دائما الحظ بالنسبة له شيء مرتبط بمعتقداته. واللي شفته بإسبانيا دائما الفقارة المتسولين اللي بالشارع لما يجمع له كم يورو يروح يشتري له فيه ورق اليانصيب، لأن في معتقده أنه يوم الأيام ممكن يفوز في هذه اليانصيب وتتغير حياته من الفقر إلى الثراء. فتلاقونه دائما معتمد على مفهوم الحظ، وهذه منهج حياته. لا تنسون تسوون سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتسوون شير ولايك وأيضا كومنت، لأن هذا الشيء حفزني أني أستمر في تلخيص هذه الكتب وهذه المحتوى وأزيد من محتواي في السوشيال ميديا، خاصة محتوى تطوير الذات، لأن هذا المحتوى كثير مطلوب في هذه الفترة والفترة القادمة بإذن الله. قواعد الفقر، الجزئية الأخيرة إن شاء الله معاكم اليوم. ليش قاعد أتكلم عن الفقر وليش عندي هذا الجانب؟ لأن في كثير من الناس اللي صادفتهم الفترة الماضية كانوا يوني يبون يسوون أعمال ومشاريع صغيرة، ولكن عندهم جانب من حياتهم يبون يسوون بزنس لأن يبون يسوون دخل ثاني، أو عندهم جانب فقر، أو عندهم التزامات مادية أو مديونيات أو شيء كذي، فيبون يطلعون دخل، يبون يسوون ثراء، يبون يفتحون مجالات أخرى علشان ينجحون في حياتهم. فهذا السبب اللي خلاني أتطرق حق موضوع الفقر وقواعد الفقر علشان الواحد يقدر يتجنبها. القاعدة رقم 10 شو تقول؟ تقول إن إعطاء وتوفير الترفيه للفقراء يسمح للأغنياء باستمرار أخذ قيادة العجلة. يعني إن الفقير والفقراء اللي دائما مترفهين، ماكلين، شاربين، نايمين، هذول الفقراء سينسون معاناة الفقر ويستمرون في حياة الفقر ولا يطمحون إلى أن يصبحون أثرياء. فبالتالي الغني يظل غني والفقير يظل فقير، وهكذا العجلة تنطلق وتستمر في الحياة. القاعدة رقم 11 المال يهرب من الأشخاص الذين لا يعلمون أو لا يعرفون كيفية التعامل معه. الفلوس والمال تحب الشخص اللي يشتغل لأجلها. المال أيضا لا يحب الأشخاص الذين لا يقدرون هذا المال، الذين لا يعرفون التصرف فيه، الذين بس صرفية، بس سحكية، بس استهلاكية. المال لا يحب هذا النوع من البشر. المال يبقى بأيدي الناس التي تستمتع، تعمل، عندها شغف، مجال ممكن تطلع منه هذا المال، وأيضا تستطيع الحفاظ عليه والتوسع به. القاعدة رقم 12 العبودية تساوي الديون والاستهلاكية. علشان أصحاب النفوذ يخلون الفقراء مستمرين بالفقر يهلكونهم بالديون والقروض والاستهلاك. فهذه من مسببات وقواعد الفقر التي يجب أن تتجنبها. ويريد أصحاب السلطة أيضا أن
يعبدون ولكن لا يستطيعون التعبيد بطريقة قانونية، لذلك وجدت العبودية عن طريق الاستهلاك، الديون والقروض اللي تغرق الشخص وتخليه بالفقر. القاعدة رقم 13، أكثر شيء مكلف في العالم هو الفقر. شنو يعني؟ شلون الفقر مكلف؟ إذا واحد عنده ألم في ضرسه أو عنده عوار شديد، هذا العوار بسبب خلينا نقول تسوس، بسبب الفقر، بسبب عدم قدرته المادية ما قدر يروح يعالج ضرسه، الضرس المتسوس هذا راح ينتشر حق كل أسنانه ويطيحها. فعدم وجود المادة أو فقر هذا الإنسان لعلاج هذا الضرس كلفه كل ضروسه. نفس الشيء الفقر بشكل عام راح يكلفك وايد أشياء، من صحة، من عافية، من قلة نوم، من كثير كثير أمور تؤدي إلى مضاعفات ومكلفة. قاعدة الفقر رقم 14، الفلوس والمال اللي يقول عنها أنه ما تقدر تنزرع وتثمر على الشجر وتنمو، هذا الشخص لم يجرب زراعة المال لتجنب الفقر. زراعة المال تعتبر أهم مصدر استثمار يقدر الإنسان يعمله حياته، أبنائه، يورثه. نفس الوقت يجب الاهتمام، العمل الشاق، إيجاد المجال الحرفي، الشغف اللي أنت ممكن تزرع فيه هذا الثراء. إذا أنت تحتاج تعرف شنو الأشياء اللي أنت تسويها مبكر في حياتك. آخر قاعدة تعتبر من أهم القواعد، من أهم القواعد الفقر، هذه القاعدة أبيكم تحفظونها زين وتفهمونها زين، إن الفقر هو خيار، هو أوبشن. الفقر هو اختيار الإنسان، الإنسان يختار إنه يعيش ثري أو يعيش فقير، الإنسان يختار إنه يطور مرحلة فقره ويبتدي يعيش ثري. الإنسان الطبيعي الأفرج المعدل ينتقل من مرحلة إلى مرحلة من 20 سنة، يعني 20 سنة ممكن يصير إنسان في مرحلة من الفقر إلى مرحلة أفضل وثري أفضل، وفي ناس ممكن تشكح تسويها خلال 5 سنوات 10 سنوات، في ناس ممكن تتأخر في هذا الانتقال. وبهذه خلصنا، ختمنا 15 قاعدة الفقر اللي ما شافها وما تابعها راح تنحط إن شاء الله بالكامل في اليوتيوب وأيضا في الهايلايت عندي في الانستغرام. أتمنى 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 مشاركتكم معاي والسبسكرايب في قناة اليوتيوب، لأن هذا راح يكون دعم لي وأيضا يحفزني أن أطرح كتب أخرى وألخص لكم كتب أخرى وأزيد من هذا المحتوى وتطوير الذات والأشياء اللي ممكن تفيدكم في أعمالكم وتسويقكم وتطوير الذات لكم. مشاركتكم تعطيني دافع وحافز للاستمرار، فأتمنى أنكم حتى لو تطلون كذي بويهكم أو تسلمون أو ترفعون يدكم راح يكون وايد شيء إيجابي وحافز لي للاستمرار بإذن الله.